اليوم بدنا نشوف يا اخوان شو بنقدر نعمل بتسعة دولار في فلسطين، تحديدا في مدينة نابلس. شو بنقدر ناكل وشو بنقدر نشرب؟ للأسف ما في عندنا في فلسطين عملة، لكن بستخدم فقط الدينار والدولار. بس رايح أصرف 9 دولار تنشوف كده بيطلع عندي في الشيكل. طبعا هاي طلع عندي 30 شيكل، العملة اللي بنستخدمها في فلسطين يعني 9 دولار. طبعا دوار نابلس المشهور هي وراي، صور لكم اياه. طبعا هذول الشباب الطيبة قالوا لي بدهم ينزلوا على اليوتيوب. شو اسماءكم؟ احمد وزين. اهلا بكم. تستحيش يا زلمة. بما انه الساعة 11 بدي اروح سريع شافترو اكل شاورما. هاي محل هان سلمتك. هاي حقها 14 شيكل، فضل تقريبا 16 شيكل. خلينا ناكلها. طب شوي برجع لك ابوي يرن علي شوي. مش حدا يساعدني في التصوير. 44 خلص طلعت شكل 40. طبعا الشاشة فوق قديش ضل من مبلغ اليوم. نقدر نسوي اشياء احسن. طبعا بدي اكل ورا الكاميرا عشان الشكل مستفز صراحة. بدي اشتري كاسة برهان. صور يوتيوب. واحد ونص بس اشترينا شغلتين. ضايل معانا وقت كثير. طبعا بدي سنة اخلصها. هيك صار معنا 19 شيكل، صرفنا ضيل 11 شيكل. خلينا نشوف شو بنقدر نسوي فيهم. يلا زي ما قلت لكم الاكل في الشارع قدام الكاميرا بيستفز. مريت من السوق هون بدي اصور لكم اشياء. علبة كولا صغيرة. الله يا معلم. بما انه بعرف انجليزي ف اجت على منطقة ما لقيت فيها اجانب. ف فهمش. التذكير ضايل معانا. كنتش فاضية كانت عملية جوز. دور هاي العام هنا. هاي بدي كاسة عصير. مان عصير اي عصير اي نوع. طيب وردة صورها.
مع الحلو هذا. مدينة نابلس كبيرة لدرجة انه ممكن تضيع فيها حرفيا. انا اصور ومش عارف وين رايح. طيب اربعة خلينا نشوف شو نقدر نسوي. ايش معلم؟ بدي خبز اي شيء. قديش الوحدة؟ بدي من هاي ومن هاي. واحدة واحدة. ايوه. هاي تفضل يا معلم. يا سلام. دول طلعن اخر مبلغ معي. الاربع شيء. ادم هسه زلمتك هذا امام. كل اكل نابلس جميل. كله تعالوا جربوا. وان كل الناس تفرح. الساعة 2:00. لا تنسى اللايك. تعال تطلع اليوتيوب. حبيش الولد يطلع اليوتيوب. يلا اهم شيء اللايك. ولما نشوف اليوتيوب بترسل هذا الفيديو للناس ببلشوا ينشروه اكثر. فساعدني. هذا اكثر اشي بتقدر تسويه لي انك تنشر الفيديو تحط لي لايك تشترك في القناة. بدي احط الشنطة. راحت الكاميرا. ليش الناس بتضلها تبح؟ يا ليه؟ اللايك اهم اشي. طبعا البلوزة هرجيكم اياها. يلا اتمنى بانه الفيديو عجبكم. طبعا بدي انهي الفيديو هان. لا تنسى اللايك. اهم شيء زي ما قلت لك انشر الفيديو للناس عشان اليوتيوب يعرف انه هذا الفيديو الناس مهتمه فيه وينشروه لزياده. شكرا لكم. السلام عليكم. اذا في افكار جديده للفيديوهات الجديده اكتبوها في التعليقات. سلام.